زاهر نعيمة، أنا سيدة منقبة. اليوم جيت بغيت نعاود لكم واحد القصة ديال خويا ومرت الوالد. شنو دايرة فيه؟ خويا من مواليد 1964. خويا كان وقع ليه شي مشكل ما عرفناش ماله، مرض نفسي. أنا تزوجت وكان جالس معايا كان ديته معايا ملي تزوج، ديته باش ندوز ليه وداكشي. ما جلس عيش ايامات شويه ورجع، مشى للجديده وجلس، حيت عنده واحد الارض في الجديده في تليته ولاد حمدان، عنده ارض في سميتو، مشى جلس فيها، مشى جلس في الجامع وبقى تما. وعنده واحد الارض استولى عليها واحد السيد، خداها لي، وحنا تعرفوا مريض نفساني، خدا لي الارض. والدار كذلك استولت على حقه وداتو مرتبه، واستغلال ديالو داكشي كلشي داتو. دابا مسكنينو في واحد البيت صغير، هو عند كاينه كاتريام ايطاج، عنده عود. مسكنينو في مسكنينو في بيت صغير، ما فيهش الماء، ما فيهش طواليت، ما فيه والو. واحد الحاله، لا يرثى لها. انا كنطلب، وكرات الكارسونية اللي حداه وكتشد الفلوس، ما كتعطي حتى شي حاجه باش ندوزو لي وباش نوقف معاه وباش نساعدو، لاني انا عندي اختي في الدار عندها مرض مزمن، وعندي ولد اختي الصغير تاهو، عندي ولد بنت اختي عايش معايا، وظروفي شويه قاسيه، ماشي الحمد لله، ما خاصني حتى حاجه. ولكن خويا عايش واحد العيشه لا يرثى لها. دابا تصوروا القمل ما بقاش في هذا الوقت، ولا كاين، ولا فيه مسكين القمال، وتيطلعوا ليه الناس الماكله. علاش؟ عنده رزقه. انا ما انا جيت لهاد القناه، كنحيي القناه ديال شوف تي في، كنشكرهم على هذه المبادره. اللي اليوم كان اليوم كنطالب من الجمعيات، كنطالب من وعندنا واحد المشكل بعد اخر، عندنا غلط في السجل، العدلي، دايرين الاسم فاطمه بنت محمد، دايرين الشرقاوي ولد فاطمه بنت محمد، وهو ماشي فاطمه، هو الام الحقيقيه ديالو هي مينا بنت العوني. هما عارفين داكشي وصوبوا لي لاكارت ناسيونال، ما عرفتش اشنو من اسم حطو. والحاله المدنيه دابا كان بغيت نطالب بالوراق ديالو، بغيت نطالب، وكنطلب الجمعيات، وتناشد جلاله الملك الله ينصرو، وكنطالب سيد الحموشي يشوف لي هاد، يوقفوا معنا الناس، لاني انا لا حول ولا قوه الا بالله ليا. انا صح انا كنشوفو كنتالم، لانني انا اصلا مريضه بالقلب وعندي الضغط، وفايتة دايره عمليه على القلب، وتنشوف داك المنظر تيالم. وحنا بالنسبه للمسلمين وبالنسبه للشعب المغربي كلشي غيشوف هاد الفيديو غيتالم، غيشوفوا هاد الحقره اللي داير هاد المرت الوالد. ومني هضرت معها، وهضرت معهم بالادب، قلت لها شوفي، انا ما كنت طالبه شي حاجه، طالبه غير حقه باش يداوى، باش يتعالج. الوالد الله يرحمه مخلي لي رزقه، ولكن كلشي استولى. واحد داليه الارض في تليته ولاد حمدان، وهذه دات لي حقه وعطاتو داك البيت، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وكلهم خداو الديور وهو ما خايدش، هو خايد بيت بلا طواليت، بلا ما، بلا والو.